قبل ما نبتدي اتكلمت انا وانتي على موضوع مهم جدا، الخوف. الخوف نوعا ما انا كنت بقولك ان احنا، طب ما هو عادي احنا كلنا بنخاف من اي حاجة، مش في الضرورة لازم تبقى فترة الامتحانات. صح. بس ده عشان هو شعور بالمسؤولية. اصل اللي ما بيخافش ده كأنه انسان مستهتر، يعني he doesn't care انه هو رايح يعمل ايه. فده شعور طبيعي. امتى بيبقى مبالغ فيه؟ كأنه انت بتقولي كأنه حد فعلا. بصي انا ممكن ابقى خايف في حاجة، خوف ايجابي بمستوى معين، الخوف اللي يحسسني نسبي يعني يحسن مني كمان، اللي يحسسني ان انا داخله على حاجه مهمه، فانا مقدره انا داخله حاجه عامله ازاي، ان دي ثانويه عامه، انه ده جزء من مستقبلنا، وان دي نقطه هتودينا يا اما نبقى بعدين مرتاحين في شغلنا او لا، وفي مراحل مهمه جدا. بس يعني كان نجيب محفوظ الله يرحمه كان قال جمله لطيفه جدا على الخوف، بتقول ايه؟ ان الخوف ده شبه الكرسي الهزاز، نقعد عليه كده، هو طول الوقت احنا بنتحرك، بس يعني طول الوقت احنا في حركه، بس ما بنتحركش من مكاننا، احنا ما بنروحش ستاب ثانيه. فامتى اعرف؟ عشان احنا مش بنواجه. امتى بالظبط؟ امتى اعرف انه انا عندي خوف، انه انا حاسس بمسؤوليه، فانا باخد اكشن، فانا بذاكر بتركيز اكتر. لكن انا لو خوفي مزود لي الادرينالين عندي، فبالتالي انا مشاعري موتراني او موتره اللي حواليا، يبقى ده خوف مش ايجابي خالص، ده خوف سلبي جدا، هيخليني ما اشوفش اعمل ايه. يعني دايما احنا نقول للناس انا عايزه اعرف ازاي نتحكم فيه بقى. اوكي خليني اقول لك الفرق بينهم الاول. اوكي بالظبط، لو انا بخاف وباخد اكشن تجاه حلمي فده خوف ايجابي جدا، وده النسبه الطبيعيه. لو انا خوفي بيوترني فبحس ان انا بذاكر وبنسى، او ده خوفي بيخليني اضغط على ابني، فبالتالي بنشوف بقى ليله الامتحان الناس بطنها تعبانه وعندهم صداع وما بيناموش وحاجات كتيره جدا، يبقى انا هنا عرفت ان المستوى ده مستوى اعلى شويه. طيب يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ارجع تاني اشوف انا عندي مشكله ان انا اواجه الخوف ده ازاي بقى؟ بالاهداف، انه الخوف ده مش هيحركني في حاجه، بالعكس خالص، ده هيخليني مش قادر اخد خطوه اكتر. طيب يبقى اول حاجه هتلاقي مثلا الطلبه دول عايزين نظام اكتر، والنظام هيخلي عقلنا يشتغل. يعني احنا دايما نقول طالما في مشاعر فالعقل بيقل شويه، يعني خلاص العقل التحليلي بتاعنا ده بيفضل في توتر او تفكير كتير. لو انا عايز عقلي التحليلي ده يشتغل، وده بقى كلام بقى الكلام العلمي اللي يقول انه حد مستقبله هيتغير او هو نفسه يتعلم لمستقبل جاي، يعمل ايه بقى؟ يقسم. والله احنا عندنا هو بقى كطالب، سيبنا بقى الاهالي دلوقتي، انا ده اللي كنت قبل ما تقولي لي يقسم فعلا، انا ده اللي كنت عايزه اقوله لك. في ناس بتعمل جداول وحياتها وتمشي ازاي وتذاكر وبتاع، فانا ده اللي انا كنت عايزه اقوله اساله. حلو قوي. يعني احنا فعلا احنا دلوقتي خلاص سيبنا الاهل يهدوا شويه، وان دي مجرد مرحله، ما تكبروش الموضوع علشان هو ما يتوترش، فبالتالي الايموشنز عنده تزيد ويتلخبط. خلينا هو نشوف احنا محتاجين بالظبط، احنا محتاجين هو يبدا يحافظ، او البنت او الولد يحافظ على تركيزه ومعلوماته، وانه برضه يبقى بيشارك في مستقبله بشكل احسن.